بكل أطيافه، بشبابه، بنسائه، بأطفاله، بشيوخه، بمجاهديه، جاء ليقول كلمته الحرة. شعب أخذ حريته، شعب يستحق الكرامة. هذه ثورة الشعب الحر الأبي الكريم. سينتصر بعون الله، سينتصر بإذن الله. ماضون في طريقنا إلى النصر بإذن الله. نتخلى عن ثورتنا لو شو ما صار، وبشار واعوان وراح ننتقدهم ان شاء الله باذن الله. ارض الشام طاهره وارض الشام راح ترجع ان شاء الله مثل ما كانت. لك يا مو يا يامو بشار الاسد اخر ايام.